السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. حقق فريق الأهلي فوزا مهما على حساب النوادرات ب73 نقطة مقابل 56 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثلاثي لدوريين البحرين لكرة السلة. وبهذا الفوز اقترب الأهلي من ضمان التأهل للمربع الذهبي، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط في المقابل أو في الوقت الذي عقدت الخسارة من موقف نويدرات في المركز الخامس برصيد 8 نقاط. في المقابل واصل فريق المنامة انفراده بالصدارة بعد فوزه على النجمة ب87 نقطة مقابل 74، محققا بذلك الفوز السادس على التوالي من دون أي هزيمة، ليرفع بذلك المنامة رصيده إلى 12 نقطة، في حين تعرض النجم لخسارته السادسة على التوالي من دون أي فوز في المسابقة حتى الآن.